طب نروح لمفاجأة من مفاجآت كأس مصر. كأس مصر ما كانش فيه مفاجآت كتير غير ماتش المقاولين والترسانة، والترسانة حقق مفاجأة، مش عشان الترسانة فريق وحش، لا، عشان فريق دوري ممتاز وفريق في الدوريات الدوري الأقل من الدوري ممتاز، فقدر يفوز على المقاولين، وكان المقاولين مش في أفضل حالاته. الناس قالت دي خلاص دي مفاجأة دور ال 32، ولكن المفاجأة الأكبر الاتحاد السكندري بيودع البطولة مبكرا من دور ال 32 على ايد مين؟ على ايد ابو قير للاسمدة، الفريق اللي موجود في القسم الثاني، قدروا يفوزوا بركلات الترجيح 4-3. اللقاء صراحة ابو قير عملوا لقاء عظيم جدا، تحس ان هم مركزين وعارفين هم عايزين من اللقاء. طبعا المواجهة الجاية تكون اصعب، هم هيقابلوا الفائز من بيراميدز والنصر، دي طبعا ماتش مؤجل من دور ال 32. بعد الفوز اللي حققوه امس على الاتحاد السكندري وصعود دور ال 16 على النادي ابو الاسمده، استمرار محمد عطيه في قياده الفريق الموسم الجديد. حارس المرمى عادل ده اللي صد ضربتين جزاء، اول واحده واخر واحده، كان نازل في الدقيقه 119. هم عارفين عادل يحيى متمرن كويس قوي، ما شاء الله عليه، عنده جراه في صد ضربات الجزاء، بيتحرك على الخط بشكل جيد، عارف ازاي يخلي رجله في مكان الخط علشان ما يصدش الكوره هو بره الخط. حاسس ان ابو قير الاسمده نزل الشوط الاول قفل كويس، امتص الحماس اللي عند لعيبه الاتحاد، وعلى فكره ابو قير الاسمده اهدر جون والتاني في الشوط التاني، ولكن اللقاء وصل لضربات الجزاء وقدروا يتفوقوا في ضربات الجزاء. في ازمه موجوده داخل نادي الاتحاد، جماهير الاتحاد زعلانه وده حقها بشكل كبير، ولكن نسأل سؤال مهم. الاتحاد كان ماشي بشكل جيد جدا في الدوري، كان ماشي بشكل جيد جدا في اللقاءات، كان بيفقد بعض النقاط، ولكن حصل بعض يعني هجوم على الجهاز، مشاكل داخلية، خلي الكابتن طارق في وقت من الأوقات يقول أنا مش هكمل وهو كسبان، ورجع تاني من ساعة الأزمة دي والاتحاد ماشي على سطر، بيسيب سطرين مش بيسيب سطر واحد.